صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 61 لسنة 2019 بتعيين مدير عام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعين السيد مروان فؤاد سلمان كمال مديرا عاما للتخطيط والموارد في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.